السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكيان الصهيوني بيستخدم التكنولوجيا وبيستخدم الذكاء الصناعي بشكل قوي في مراقبة الشعب الفلسطيني ومراقبة الأفكار في الدول العربية، وبشكل بشع جدا بيبدأ إن هو يستغل الطلاب بتوع الثانوية العامة إن هم يدخلوا على إنهم عرب. على فكرة هم اللغة العربية من اللغات اللي بتتدرس يعني هناك، ويبدأ إن هو يوقع بين الشعوب بعضها وبعض، ويبدأ ان هو مثلا يخلي حد مثلا يدخل على انه مصري، واحد تاني يدخل ان هو مثلا سعودي، وده يشتم في ده وده يشتم في ده، ويسخن الليلة. وبدل ما الآراء كلها متحدة مع فلسطين، الآراء تتشتت ونخش بقى في حاجات هايفة، وبالذات لما يكون في ماتش كورة ولا حاجة زي كده. طيب النهاردة هنتكلم على مشروع من ضمن المشروعات الكتيرة اللي هو عاملها. في مشروع مثلا اسمه نيمبوس، وده مشروع خطير جدا بينقل كل الكلام اللي بيتقال في الأراضي الفلسطينية، بالذات في غزة في الضفة، ويبدأ إن هو ينقل الكلام ده لتكنولوجيا كلاود، وبيهدف إن هو يراقب كل حاجة الفلسطينيين بيعملوها. العقد قيمته 1.2 مليار بين الحكومة الصهيونية وشركة جوجل وأمازون. المشروع بيهدف لتوفير خدمات سحابية إلكترونية للجيش والحكومة في الكيان، بيسمح لهم بدرجة كبيرة جدا من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وده بيخلي الأهداف بدل ما كانت مثلا 500 هدف في السنة كلها، بقى عنده ما يقرب من 100 هدف في اليوم، ويبدأ بقى يقبض على حد ويسجنه بسبب إن هو عمل لايك على منشور مثلا. فده سيء جدا، وبيخليه يبدأ توسيع للمستوطنات الصهيونية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، وده حسب مواقع أجنبية. ومن المتوقع إن هو يزود من كفاءة الجيش الصهيوني في تقنية الذكاء الاصطناعي وقمع النشطاء الفلسطينيين والمراقبة على طول حدود غزة والكيان. طيب طبعا الناس اللي هم في جوجل اي حد فيهم بيعترض بيتعرض لمضايقه، زي اريل كورين كانت شغاله مدير التسويق لمنتجات جوجل والتعليميه، وكانت معارضه صراحه للمشروع، فادوها انذار لما يعني خلاص تسكت وتبطل او تفقد الوظيفه بتاعتها، فاضطرت انها تستقيل، وكتبت بالحرف ان جوجل بتقوم بشكل منهجي بإسكات الاصوات الفلسطينيه والعربية والمسلمة المعنية بتواطئ جوجل في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينية، إلى درجة الانتقام رسميا ضد العمال وخلق بيئة من الخوف. وطبعا تقدمت بشكوى لقسم الموارد البشرية في جوجل، تم التفتيش والمجلس الوطني للعلاقات العمل ال NLRB، بس ما كانش فيه دليل على إنها خدت إنذارات أو حاجة زي كده، فالموضوع يعني ما قدرش ياخد حقها. لكن الموضوع ناس كتيرة اعترضت على الفكرة ديت، وحصل احتجاجات كتيرة. الكلام ده مش من النهاردة، الكلام ده بقاله سنتين، ناس احنا مش واخدين بالنا، لكن في امريكا الناس يعني شايفين ان في تضييق كتير جدا، فعملوا وقفات احتجاجية ضد جوجل وامازون على اساس ان لازم يلغوا العقود اللي بتخلي فيه فصل عنصري ضد الفلسطينيين. والاحتجاجات كانت بتقول، خلي بالك ان الاحتجاجات دي كانت 2021 و2022، يعني قبل الانتفاضة أو قبل الطوفان الأقصى. بيقول لك إن الجيش الإسرائيلي قصف المنازل والعيادات والمدارس في غزة، وهدد بطرد العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس في مايو أو أيار 2021. فمشروع نيوبس دوت شغال بذكاء صناعي وشغال مع جوجل وأمازون عشان يمكن الكيان من توسيع المستوطنات غير القانونية من خلال دعم بيانات إدارة الأراضي الصهيونية الـ ILA. ففي سياسة تمييزية لتوسيع المستوطنات مع محاصرة الفلسطينيين في المناطق المكتظة بالسكان والحد من نمو المجتمعات الفلسطينية. فمشروع بيخلي فيه مراقبة وبيخلي فيه مشاكل كتير جدا. الضغوط دي الحمد لله أثرت، إن شركة مايكروسوفت وقفت العمل مع شركة انفيجن الصهيونية بعد ضغوط من الموظفين، ده كان سنة 2020. فمحتاجين نضغط كلنا، في كل واحد حسب المقدرة بتاعته، لوقف
التعاون بين الشركات الصهيونية والشركات العالمية، ونخلي بالنا ان في نقطة معينة الكيان ساعات بينشر ساعات، وساعات مثلا يقول لك ايه تم القضاء على فلان، فممكن فلان ده تكون عارف شخصيا او كنت قاعد معاه، فتقول ده انا كنت قاعد معاه في المكان الفلاني ده امبارح، انت فاكر ان الخطر ده وخلاص الراجل. فالاشاعه دي اللي هي غير حقيقيه قدروا يعرفوا منها معلومات، فقدر الامكان ما تنشرش حاجه غير لما تكون متاكد منها، ما تنشرش حاجه ممكن هو يستغلها ضدك. يعني كان في مثلا مشروع احنا شغالين فيه الخاص بالجي اي اس، بنرسم طرق في الدول العربيه كلها، فلما جينا حصل موضوع اي مكان بيحصل فيه زلزال بنخش نشتغل عليه، سواء حصل في سوريا في ليبيا في المغرب في تركيا، عملنا حاجات في مصر في السودان وهكذا، عمل تطوعي. لكن في غزه الناس هتبدا تشتغل، اتصلت بيهم على مستوى العالم كله، اخواننا ما لكوش دعوه بغزه لان غزه لها ظروف خاصه وهم اضرب الاماكن بتاعتهم، لكن الحاجه دي هتفيد الكيان الصهيوني في انه ممكن يدخل، فوقفوا الشغل ما لكوش دعوه بغزه. وفعلا تم وقف العمل التطوعي، ان شاء الله نشتغل فيه بعد الحرب ان شاء الله، ويكون الامور في عادة الاعمار ان شاء الله. ربنا يستخدمنا، وخليك حذر جدا حذر جدا لاقصى الحدود، ونحاول ندور على اي بديل حتى لو كان اقل شويه من البرامج اللي موجوده زي مثلا تويتر او اقصد انستجرام او الفيسبوك والحاجات ديت، الحاجات اللي بتدعم الكيان نحاول نشوف بدائل ليها.